لما جيت أعمل فيلم المشخصات الجزء الأول منذ 19 سنة، كنت بعمل فيلم مع الأستاذ أحمد زكي. أيوة. الله يرحمه، اسمه معالي الوزير. ممكن أخذ البوز ده؟ اتفضل يا فندم. قلت له يا أستاذ أحمد أنا بعمل فيلم اسمه كذا. أيوة. وأجسد من خلاله شخصيات كذا وكذا وكذا. فقال لي عليك وعلى عمك محيي اسماعيل. طبعا انت متواضع. هنا اسالك سؤال، ما تنكش في حاجه ما انتش قدها ليه؟ كل ما اجي اقول لك حاجه وانت تؤكد حاجه، والجميع في الوسط الفني عارفين انني الذي علمت احمد زكي التقليد، وانت عارف ده كويس. بس انا ما كنتش بتكلم في ده. مين اللي كلمت وناكش ده؟ صفاء ابو السعود في برنامج ساعه صفاء. انا وانا بعلمه ده عمري في حياتي ما اتكلم. يعني ايه بتعلمه ده؟ ما هو يعني انت ممكن تعلم الراجل ده؟ لا لا لا، انا ما بعلمش اي حاجه، لكن في حاجه اسمها التقليد. التقليد ثانيه واحده، التقليد ده ابن اخوك. التقليد انا بتكلم. اتفضل. خلاص. خدت بالك؟ فكنا بنتكلم في ايه؟ انت جاي تبوظ ام الندوه. ده انا طبعا. طبعا بص صورتك من ورا. طبعا الله خطيرة. نعم. بس ف انا فاكر انا حكيت قبل كده يعني. وماله بحكيها؟ يعني انا فاكر كنت من حوالي 40 سنة كنت بمثل نابليون في المسرح، فكان معايا صبحي ويونس شلبي واحمد مال واحمد زكي. فاحمد زكي شافني وانا بقلد المليجي، كنت كان لسه بقى صغير بقى وكده. معلش مش هينفع تقلد المليجي تعديه. انا بعمل اياميها نابليون. بتقلد المليجي ازاي؟ الو الو، كنت طبعا كده بقول تعملها زي بقول لك كده، هتجي لي زنوبه اكتب نفسها اتجوزها كده. المليجي خلصت نفحه. وانا عملت كل ده في الاقصر، وفي شريط انا مسجل فيه الحاجات دي كلها. مش عايزين نقعد نعيد حاجات انا عملتها، يا ريت نكشف في حاجات صعبه. وانت رجل تتصدى لعالم الكتابه والانتاج ويمكن الاخراج، محدش عارف. التقليد مش تمثيل. له فلسفه؟ لا 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 اطلاق. التقليد مونولوج يعني. احمد زكي كان مونولوجيست وهو يقدم. لا لا، عمرنا ما قلنا كده. وما تغلطش في انسان عظيم. بص ما غلطتش. ما انت بتقول ما فيش. imitation is not acting but acting is imitation. التقليد ليس بتمثيل وانما التمثيل تقليد. تقليد يعني لما اجي اقلد شارلي شابلن بقلد. نعم. طب عايز بقى امثل شارلي شابلن. وريني بقى هتعمل ايه؟ هتجيب شخصيته من جواه، مش كده؟ طبعا. يبقى التقليد حاجه والتمثيل حاجه، ماشي. طب لو خدت التاتش كده تقليد وحطيته في التمثيل ومش مبينه قوي. برافو. لما عمل السادات واحمد زكي وعمل السادات وعمل عبد الناصر، مفيش عبقريه بعد كده، بل بالعكس عمل السادات احسن من الممثل العالمي اللي عمله في امريكا. فده حاجة استثناء ما نتكلمش فيها. فأنا علمته التعليم. علمته حاجات كتير. نحب التعليم. نحب نعرف. ما أنا قلتها قبل كده. طب إزاي تعلمه التقليد؟ أنا دلوقتي يعني مثلا هو عايز يقلد السادات. أيوة. فجاني البيت. فمثلا عايز يقول بسم الله مثلا. فعايز يقول مثلا. بسم الله. لا، هو عايز يقول بسم الله. قلت له لا. بسم الله. يبقى من الحلق من فوق. لكن من نص غلط. يبقى لازم الاول بسم الله، غير بسم الله ما ينفعش. بسم الله الاخوه والاخوات، النهارده اولاد وكلنا مجتمعين اليوم، النهارده هقول لكم قرار هيهز العالم، كل العالم من الشرق الى الغرب، اكتوبر العظيم. بسم الله.
تقدر تقلب صدام. صدام صدام يا حضرة القاضي، يا حضرة القاضي، هذه محكمة غير شرعية. يا حضرة القاضي، هل يرضيك، هل يرضيك الأمريكان يضربوني؟ قذافي برحب بيك وبقول أهلين فيك تامر. قذافي برحب بيك وبقول أهلين فيك حنين قذافي. برحب بيك وبقول أهلين فيك تامر. جه اليوم كل حكام قاعدين قدام دول يجب يعرف الحكومات الوطنية تهم الزمان. وبعدين الرئيس السادات في يوم من الأيام كان بيقول عليا شلة يدي، أنا يدي يدي، فبرحب بيك يا أهلين فيك. بعد في تاني ولا؟ طه حسين. طه حسين لغتنا العربية لغة يسر وليس بلغة عسر، وعلينا أن نتفهمها جيدا. طه حسين في تاني؟ دكتور الباز. في مين تاني؟ دكتور الباز، دكتور أسامة الباز. أسامة الباز زي ما أنتم عارفين ديمقراطية كلها ديمقراطية معروفة أنها أبشع من الدكتاتورية بكتير، ولازم نحاول نستوعبها بكل مكان. فالدكتاتورية زي ما أنتم عارفين هي أبشع من الدكتاتورية بكتير. عمر الشهيد. أيوه ما أقدرش يعني أنا بحبها ولازم أتجوز أحمد ماشي حافل إيه؟ أنا مش قلت 100 مرة جيبوا له جزمة؟ لازم تجيبوا له جزمة، لازم أحمد يلبس جزمة، لازم يلبس جزمة، لازم أحمد يلبس جزمة، وما لبس ابن ديك الكلب لازم لازم يلبس. أنا قعدت قدامه على فكرة. في أي حد تاني؟ في كتير بس قول لي كده أنا عايز أفتكر. حد نازل. عنده اقتراح؟ بس مبارك. ها؟ مين؟ لا هشام مبارك. أنا بحبه. وأنا بحب. اتفضل. لا ولا نسيء لحظة إطلاق. طبعا. محمد مرسي. ما عنديش سائل لأي حاكم إطلاق. كنا في سجن، اتفضل يا سيدي. الموقف فظيع. الموقف فظيع، حقيقي مريح. وأنا قلت للناس على القاعدة، قلت له اقعد مع شروم ويتفقوا، الموقف فظيع. مريح. حقيقي مريح. الله يرحمه. أنا قلت للناس على القاعدة، اقعد مع شروم ويتفقوا. ياسر على خطة ترتين ياسر ويا جبل ما يهزك ريح لازم يعمل كده. أين دور القصة؟ لا ومختار جملة تقيلة، الجبل ما يهزك ريح وهو بيتهز وهو بس كده كويس. الله يرحمه.